أيها المسلمون عباد الله، إن الصدق مطلوب منا كذلك في أقوالنا، إخباراً عما مضى أو إخباراً عما يكون في المستقبل. أما الإخبار عما مضى أيها المسلمون عباد الله، فما ينبغي للعبد أن يتحدث إلا بما يعلم يقيناً أنه حق وأنه صدق. كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية القوم زعموا. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الذي يتحدث بكل ما سمع لا يسلم من الإثم. الذي يرمي الناس ويطلق التهم هنا وهناك لا يسلم من الإثم. إن الله جل جلاله عاتب خير الناس بعد النبيين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن ناساً يتهمون الناس بغير أثارة من علم، بغير تثبت ولا يقين، بل بغير ظن غالب، لمجرد أن جاء الخبر إلى أحدهم فإنه يبادر إلى نشره، يؤذي من يؤذي، يضر من يضر، لا يبالي بشيء من ذلك. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، هكذا يفعل به في عالم البرزخ جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. الصدق في الأقوال أيها المسلمون عباد الله يشمل الصدق في الوعد. لو أن المسلم وعد إنساناً وعداً كبيراً كان أو صغيراً، ذكراً كان أو أنثى، حبيباً أو بعيداً، موافقاً أو مخالفاً، فإنه واجب عليه أن يفي بذلك الوعد. الله جل جلاله أثنى على نبي من أنبيائه بتلك الخصلة، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من الصدق في الأقوال كذلك أن يفي الإنسان بالعهود والعقود، يفي بالعهد ويفي بالعقد. فإن الله جل جلاله ذكر من صفات المتقين، فقال جل من قائل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال أربعة. الله جل جلاله لما ذم المنافقين قال جل من قائل: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.